السلام عليكم يا شباب. والله بالضرب يا شباب، انا اسف الضرب مباشرة، ف اتمنى الصوت يكون واضح ومعليش مرة ثانية زول حيبدأ من البداية. فالله بالضرب والله يا أسامة، لكم العتبة حتى طردوا. ضرب الله باي، ضرب الله فلكم العتبة حتى طردوا. فمضطر انه زول يبدأ من البداية، ومع انه حاجة ثقيلة بالمناسبة، يعني انت يعني لانه صوتك بيكون جزء من صوتك، راح خشيت في المود انك تبدا من البدايه، حاجه ثقيله يعني مش ثقيله لكم انتوا، حنكون ضيعنا يعني ميجا بايتات بتاعت ناس عسى ولعل انه كان يستفيدوا منها شباب. بس بتمنى يعني انا لما اقول انا ما من عوايدي من الناس اللي بقول الناس تعمل شير، والله ما من عوايدي. الناس المتابعه من بدري من 5 سنة ما قاعد اقول للناس اعمل شير، لانه الزول بعده هو عنده حريته، بس مضطر اقول لكم اتمنى الناس تعمل شير عشان بس اللايف يكون ثابت، يعني عشان ما اضيع زمنكم وانا اضيع زمني والناس تضيع زمنها. بس اتمنى بس اللايف يثبت، ما هي مرحله انت عارف، هي المرحله بتاعت العشر دقائق الاولى دي، ديل هم اللي بيهاجموا فيها وهم اللي بيضربوا فيها، هم اللي بيضربوا فيها. بعد ما يستمر من العشر دقائق تاني صعب جدا انه يضربوا، الا يكون هم دجاج، انه يكون دجاج عالي المستوى يعني. فانتظر شويه لحد برنامجك شنو يا سان؟ برنامجي اسقاط يا الحبيب، برنامجي اسقاط، برنامجي اسقاط. انا ما انا ما بفتح، شكرا الحمد لك. يا فرح محمد مساعد يا اخي اديني فرصه اتكلم، يا فرح لو سمحت يا فرح اديني فرصه اتم كلامي، يعني هسه انا ما عارف عايز تقول شنو مثلا، يعني اديني فرصه يا فرح، ما اقبل اكبر، خليني اتم كلامي والله يديك دعوه. فطيب السلام عليكم يا شباب مرة ثانية، عنوان الله فوق حكومة من ورق. يا جماعة يا أخي، رفعت الأغرام وجفت الصحف، نحن ما حنضيع حياتنا ولا حنضيع أبناء الشعب السوداني عسى ولعل إنه الحكومة دي تكون كويسة. الليلة الحكومة اللي قدامنا دي هي حكومة بتاعت عملاء بامتياز، يعني أنت بتقول لي إنه والله حميدتي ده عبارة عن مرتزق، والله حميدتي قاعد يبيع أبنائنا لليمن وقاعد يبيع أبنائنا لليبيا. أنت الحكومة القاعدة دي من أحزاب لعبد الله حمدوك حكومة مرتزقة، كيف الكلام ده؟ طيب حميدتي ليه مرتزق؟ حميدتي قاعد يبيع ابنانا لليمن كمرتزقه. طيب في زول قاعد يبيع ذهبك للامارات بارخص الاسمان، ده مرتزق ولا ما مرتزق؟ طيب في واحد قاعد يبيع مواني السودان للامارات بارخص الاسمان، مرتزق ولا ما مرتزق؟ في واحد قاعد يتواطى لمصلحه الامارات على مصلحه المواطن السوداني، ده ارتزاق ولا ما ارتزاق؟ طيب الليلة الحكومة كلها بتتكلم، أو العالم الخارجي بيصف قبل كده، العالم الخارجي قبل 4 شهور ولا 5 شهور قام وصف حكومة عبد الله حمدوك وعبد الله حمدوك بأنه عبارة عن دمية. ده العالم الخارجي، ده مانا، دي أوروبا، دي أمريكا الأسي، نحن راجعين تحت أقدامه عشان نطبع مع إسرائيل. أمريكا وأوروبا قالت وصفت عبد الله حمدوك بأنه عبارة عن دمية. في الوقت اللي انت فيه يا دجاجة بتقول شكرا حمدوك سنعبر وننتصر، حمدوك امل السودان، وخاطي صورة بتاعت عمر زي صورة عمر البشير الزماني، عمر البشير خاطي صورة اسد افريقيا، الليلة الدجاج بتاع حمدوك جايب لك صورة حمدوك ومعه اسد، اسد افريقيا عبد الله حمدوك، نفس التربية ونفس الطبايع. الدول الاوروبية وصفت عبد الله حمدوك بانه عبارة عن دمية يلعب بها العساكر. في الوقت اللي انت كان بتقول لا والله عبد الله حمدوك معانا، قالوا لك لا، عبد الله حمدوك عبارة عن دمية يلعب بها البرهان يوم، يلعب بها حميتي يوم، يلعب بها الكباشي يوم، يلعب بها ياسر العطل يوم. الليلة العالم الخارجي بيصف عبد الله حمدوك بأنه يتعامل بسياسة الإلهاء، سياسة الإلهاء، سياسة الإلهاء عبد الله حمدوك بيمارسها مع أبناء الشعب السوداني. والكلام ده تكلمناه يا جماعة مرارا وتكرارا، قلنا لكم وقت الحملة بتاعت القراي بدت، وهي حملة كانت موجهة ولعب فيها حكومة قوى الحرية والتغيير، لأنه في الوقت ده كان الشعار بتاع من قتل بهاء تفكيك الدعم السريع، وحملة قوية جدا ضد الجنجاويد الرباطة. طلعوا لك القراي، شفتها صورة بتاعت كافر، القراي كافر، القراي مؤمن. في الوقت الأبناء الشعب السوداني مشغولين بموضوع القراي، تم تمرير زيادة الكهرباء، تم زيادة الكهرباء بنسبة 600% اللي هي حينكوي منها المواطن، والمواطن ما جايب خبر. تم تمرير موضوع المواني الإمارة المواني المصرية، تم تمريره. تم تمرير موضوع نسوك موضوع الدعم السريع ومن قتل بهاء وتفكيك الجنجويد الرباطة. طيب يوم القراي يوم رئيس الوزراء طلع بيان عبد الله حمدوك قال لك شنو؟
قال لك إيقاف، قال لك إيقاف، قال لك إيقاف مناهج القراي. طبعا أوكي تمام، أنت من حقك إنه القراي معاه ولا ضده، لكن في اليوم ده تحديدا ليه عبد الله حمدوك طلع البيان ده الليلة؟ ليه الحملة بتاعت القراي مستمرة لها 5 أيام أو 6 أيام؟ ليه عبد الله حمدوك طلع قرار من رئاسة الوزراء بوقف التعامل بمنهج القراي؟ لأنه كان عبد الله حمدوك تحت أرض الوطن بيوقع على التطبيع مع إسرائيل. الإعلام ما يتكلم لك عن الموضوع ده، القحاتة والأحزاب السياسية ما ذكرت لك إنه عبد الله حمدوك في اليوم ده وقع موضوع التطبيع مع إسرائيل لما جاء الزول الأمريكي. ما مشكلة إنك أنت تطبع مع إسرائيل ولا ما تطبع مع إسرائيل، لكن تعال نشوف مواقف عبد الله حمدوك من التطبيع مع إسرائيل عشان نعرف يا جماعة. عمر البشير ما زال عمر البشير يكذب ويكذب، حتى كتب عند أبناء الشعب السوداني كذابة، وعبد الله حمدوك ماشي في نفس أساليب الكيزان ونفس أساليب الدولة العميقة ونفس أساليب عمر البشير، وما بعيد ما بعيد، لأنه عبد الله حمدوك هو ذاته رشحوا لك الكيزان. يعني انت عبد الله حمدوك ده ما كنت عارفه. عبد الله حمدوك ده يا حبيبي يا يا يا, يا شكرا حمدوك، عبد الله حمدوك ده رشح عمر البشير عشان يجي وزير ماليه. فهل الكيزان بيرشحوا لك زول كويس؟ ارجع بالزمن 30 سنه، هل الكيزان جابوا لك زول نافع قبل كده؟ هل الكيزان رشحوا لك زول كان قبل كده نافع ولا كويس؟ الكيزان رشحوا لك انتصار صغيرون اللي هي اسع وزيرة التربيه والتعليم، دي رشحها الكيزان انتصار صغيرون، وكانت مرشحة الكيزان في قوائم الانتخابات. طيب هل انتصار صغيرون القاعدة أسع وزيرة التربية والتعليم دي نابعة؟ ما عملت شنو؟ زولة قامت أدت عبد الرحيم دقلو كلبهم سادسهم كلبهم، أنا ما قاعد أذكر عبد الرحيم دقلو بأنه إنسان، هو كلب العساكر، هو كلب بتاع حراسة بهوهب مع العساكر. انتصار صغيرون الأسع وزيرة التربية والتعليم دي هي الأدت دكتور عبد الرحيم دقلو الجنجويدي، لا قرأ لا يتعلم لا خش روضة لا خش حضانة لا خش مدرسة لا خش جامعة لا خش كلية حربية، أدته دكتور جامعة الضعين. هل كيزان رشحوا لك زول نافع؟ فعبد الله حمدوك رشحوا الكيزان عادي انه يكون تصرفات الكيزان يا زول، ما مشكلة عبد الله حمدوك ما رفض. لا اكتر من كده، غندور وزير الخارجية رشح عبد الله حمدوك لإدارة منظومة الكميسة. طيب زول نافع شكرا حمدوك. والله يا جمال اذا انت فعلا زول وطني وزعلا زول قيور، الخبر بتاع يومين بتاع انه عبد الله حمدوك ماشي يتعالج ويعمل فحوصات في الامارات، مفروض انت تشرط حاجه اسمها شكرا حمدوك، لانه ده كان بيعملوا الكيزان. وانت ذاتك يا 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 جمال شكلك الكان بتقول عمر البشير يقعد، ما دي عمايل الكيزان ذاته، دي نفس عمايل الحركه الاسلاميه والكيزان. نرجع الى موضوعنا اليوم، عبد الله حمدوك طلع فيه بيان بتاع انه وقف التعامل مع القراي كان موضوع التطبيع مع اسرائيل يتم توقيعه داخل ارض الوطن، ما مشكله قلنا التطبيع ما مشكله، لكن لو رجعت الى مناهج عبد الله حمدوك بتلقى انه عبد الله حمدوك من جاء رئيس وزراء يكذب على المواطن السوداني. اول كذبه عملها عبد الله حمدوك او هي حكومه الاحزاب، لانه عبد الله حمدوك جابوا الاحزاب وجابوا الكيزان، ما جبته انا ولا جبته انت ولا جابوا يسر الشهاده، تمام؟ عبد الله حمدوك قال لك شنو؟ قال لك انا ساحتمد شباب، اتمنى الناس تعمل شير يا شباب شباب شباب، اتمنى الناس تعمل شير، بس اكون شاكر لكم عشان ما يضرب اللايف الثاني بالمناسبه. أكون شاكر لكم ال 214 دي، عليك الله عاملوا شير خلونا نرسل رسالتنا، أكون شاكر لكم. بس بعد ما اللايف يثبت وخلص لايفي أمشي أمسح شيرك أو أمسح اللايف ذاته، ما عندي مشكلة. أول حاجة جاك عبد الله حمدوك قال لك أنا سأعتمد على الاقتصاد الوطني وأنا ما حأشحد، ما حأشيل كورتي زي عمر البشير، يا قطر الدينية الإمارات يا السعودية يا مصر الدينية. طيب ودي الكذبة الأولى اللي مارسها عبد الله حمدوك. الليلة لو جيت سألتك سؤال، ما هي الرؤية الاقتصادية لعبد الله حمدوك وحكومة قوى الحرية والتغيير؟ طيب الرؤية الاقتصادية الآن لحكومة عبد الله حمدوك هي رؤية لله يا محسنين. الحكومة بتاعتنا الموقرة من يوم جات لحد الليلة نحن عايشين على الهبات يا جماعة، ما تزعل. من جاء عبد الله حمدوك أو من جاء العساكر وكونت حكومة نحن عايشين على الهبات. وعايشين على الصدقات. وعايشين على فضائل الإمارات وفضائل السعودية وفضائل مصر.
حتى لما جات الكورونا مشينا شحدنا العالم الخارجي، ما مشكلة دي أزمة دولية وضربت كل دول العالم، مشينا شحدنا. حتى موضوع الدقيق، حتى الدقيق اللي احنا بناكل فيه ده من خير الإمارات ومن خير السعودية، من خير الإمارات ومن خير السعودية. حتى الوقود الشغالين به من خير الإمارات ومن خير السعودية. طيب انت كرئيس وزراء عملت شنو؟ قدمت شنو يعني للمواطن السوداني؟ اذا احنا لحد الليلة بنشحد، اذا احنا لحد الليلة ما معتمدين على الاقتصاد بتاعنا واقتصادنا، بيسرقوه، بيسرقوه العملاء والمرتزقة والجنجويد والاحزاب. دي الكذبة الاولى. الكذبة الثانية موضوع التطبيع مع اسرائيل. لما مشى البرهان ومعاه حمدوك ولاقوا نتنياهو، البرهان كان صادق، قال لك انا هاي قعدت مع، انا قعدت مع نتنياهو. عبد الله حمدوك قال لك شنو؟ قال لك انا والله ما عارف، والله ما كلموني، والله العظيم البرهان ده مسكني من اضاني، انا ما طير ساي، انا ما طير ساي. جاب لي البرهان قال لي تعال عندي لك مفاجاه، وقال لي ده فلان والله ما عرفته. طيب بعد دخول الوفود الاسرائيليه الى السودان، جات طياره وطيارتين بتاعت غدا حدمديكي وطاقم طبي اسرائيلي، كان موقف عبد الله حمدوك شنو مع المواطن السوداني؟ قال لك انا ما من صلاحياتي التطبيع مع اسرائيل، وموضوع التطبيع مع اسرائيل ده موضوع المجلس التشريعي، وانا ما عندي علاقه بالتطبيع مع اسرائيل، ما مشكله، برافو يا رئيس الوزراء. وقال لك التطبيع مع اسرائيل ده ماسكنه العساكر، البرهان هو داري يطبع مع اسرائيل. العالم الخارجي بيتكلم على وفود اسرائيليه جات السودان، بيطلع وزير الاعلام بيقول لك انا والله ما قعدت معهم ولا جو اسرائيليين. طيب يا وزير الاعلام، العالم الخارجي بيقولوا جو اسرائيليين السودان، انت بتقول ما جو، انا صدق منه ما جو اسرائيليين الى السودان. بعد اربع ايام بيطلع الاسرائيلي ذاته بيقول لك انا والله قعدت مع السودان والتقيت، انا ما عندي مشكله مع التطبيع يا جماعه، انا ما رافض التطبيع، لكن رافض سياسة الإلهاء وسياسة الكذب اللي بتمارسها الحكومة مع المواطن السوداني. طيب كده فهمنا إنه موقف عبد الله حمدوك رافع للتطبيع. قبل ثلاثة أيام لما جاء الوفد الأمريكي، شوف ذاته اللعب والدخمسة ذاته. قال لك رئيس الخزانة الأمريكية يزور السودان. تمام؟ وكان موضوع القراي ملهلب مولع نار. عبد الله حمدوك طلع شنو؟ قال لك والله سنوقف التعامل بمنهج القراي. بعد شويه القراي طلع لك استغاله القراي، بعد شويه المعركه بقى السمحه القراي مع عبد الله حمدوك. عبد الله حمدوك في البيان بتاعه رسل لك رسائل مهمه، قال لك انا قعدت مع الكيزان، انا قعدت مع الكيزان، انا شكرا حمدوك، عشان تاني ما يجي اي كادر بتاع حزب وما يجيك اي واحد قحاتي يقول لك والله سقوط الحكومة يعني عودة الكيزان، الكيزان قاعدين يا جماعة وبيلتقي بهم رئيس الوزراء وبتقعد معاهم الحكومة وحرين طلقاء. وأكبر دليل على قعاد الكيزان وإنه الكيزان قاعدين في حضن حكومة عبد الله حمدوك، بيان عبد الله حمدوك قال لك قعدت مع أنصار السنة ما مشكلة، تجار باص ما عندنا معه مشكلة، قال لك قعدت مع الحركة الإسلامية. من الحركة الإسلامية في السودان؟ يا جناح الترابي يا جناح عمر البشير، تاني في حركة إسلامية غيره؟ فما تقول لي إنك إنت والله العظيم لو صعد عبد الله حمدوك الكيزان حيجوا راجعين، ما همتين الكيزان قاعدين وقاعدين في المناصب وما في زول هبش أمواله وما في زول هبش قروشه. طيب في اليوم ده لما عبد الله حمدوك طلع لك القرار بتاع القراي ده، كان يا جماعة قرار سياسة إلهال المواطن السوداني، والكلام ده الليلة الصحف العالمية تتكلم عنه، قالت زي ما قلت لك زمان عبد الله حمدوك عباره عن دلدول، وانت ما صدقت العالم الخارجي، قال لك انه عبد الله حمدوك يمارس سياسه الالهاء، ويوم معركه القراي عبد الله حمدوك وقع على التطبيع مع اسرائيل. طيب عبد الله حمدوك ما قال انا ما عاد تطبيع مع اسرائيل، وقال انه والله العساكر هم الماشين في موضوع التطبيع مع اسرائيل. لا يا حبيبي، في اليوم ده وقعت حكومه عبد الله حمدوك، ما وقع العسكر، ما وقع الكباشي، ما وقع البرهان، ما وقع حميت عشان تقول لنا التطبيع مع اسرائيل ماشي معاه شنو؟ ماشي معاه العساكر، الوقع وزير العدل كممثل لحكومه عبد الله حمدوك. فطبيعي جدا الليله بعد ما عبد الله حمدوك وقع التطبيع مع اسرائيل امشي الامارات، لانه كلنا عارفين انه التطبيع مع اسرائيل
هو شرط الامارات وشرط امريكا اللي دعم حكومه عبد الله حمدوك. ده كلنا عارفينه، ما في مواطن الا ما عارفه. طبعا رئاسه الوزراء لانه خيلانه، لانه قامت شوف تطبعت مع اسرائيل، والموضوع بعد يومين بعد ثلاثة الناس حتعرف. حتعرف. طيب وحتعرف انه من وراء التطبيع مع اسرائيل، انه الامارات. الامارات هي وراء التطبيع مع اسرائيل. وانه الامارات لانه هي الكفيل بتاع الحكومه الحاليه. هي اللي ما كفيل البرهان براو، ولا هي كفيل حميدتي براو، لا هي كفيلة عبد الله حمدوك ذاته. وهي كفيلة الاحزاب السياسيه. وهي كفيلة مرتزقة الجبهة الثورية. الكلام ده من بدري، من أوائل المناطق التي هاجرت إليها أحزاب قوى الحرية والتغيير لبيع الثورة السودانية هي الإمارات. وكانت أول زيارة لوفد الخيانة بقيادة مريم الصادق المهدي، وكان الثوار في القيادة العامة، وتلاها خالد سلك رئيس أو نائب حزب المؤتمر السوداني التغى بالإمارات، وتبع صلاح قوش الإمارات، الجبهة الثورية الإمارات. أول ما وقعوا على اتفاقية السلام، أول منطقة سافروا لها قادة الجبهة الثورية وين؟ أنا ساركم مني مناوي وجبريل وعرمان، فاتوا وين؟ هل فاتوا معسكرات اللجوء والنازحين هناك؟ هل فاتوا دارفور وقعدوا مع أهل دارفور؟ لا، فاتوا الإمارات عشان يبوسوا الأيادي. فمجلس الوزراء لأنه خجل من انه يقول لكم والله عبد الله حمدوك ماشي للامارات، حتسال هتقول عبد الله حمدوك ماشي للامارات ليه؟ عشان يدالوا على فضيحتهم، يختاروا فضيحه او يختاروا فضيحتين هي بنفس مرتبه شنو؟ الفضيحه. مجلس الوزراء قال لك عبد الله حمدوك ماشي للامارات عشان يدعالك، عنده فحوصات. دي ذاتها فضيحه في حد ذاتها. يا شكرا حمدوك، دي ذاتها فضيحه. فضيحه رئيس وزراء بتاع دولة اسمها دولة السودان يسافر الإمارات عشان فحوصات. طيب دي ما تربيت الكيزان ذاته. الكيزان كان أولادهم بيتعالجوا برا في ماليزيا وفي بريطانيا وفي أوروبا، وكان محمد أحمد الغلبان بيموت في مستشفى أم درمان ويموت في مستشفى الفاشل لأنه ما في علاج، لأنه ما في شاش، لأنه ما في أدوية. دي الحاجات اللي انتقدناها في الكيزان. طيب لما نجي رئيس وزراء بقام الثورة بقامة شهداء خلال 14 شهر كان بيعمل فيه شنو؟ لا عمل مستشفى، ولا دعم مستشفى، ولا دعم تعليم، ولا دعم صحة، ولا دعم أمن، ولا دعم محاسبة كيزان، ولا رجع الشركات المنهوبة، ولا يا أخي ما عمل حاجة عشان أنت تقول لي والله شكرا حمدوك. ما فضيحة عليك الله. رئيس وزراء ثورة، مفروض أن يكون رئيس وزراء ثورة يتعالج في الإمارات فحوصات. الجزء الثاني قال لك لا، قال لك لا 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 عبد الله حمدوك ما مشى عشان يتعالج، قال لك عبد الله حمدوك مشى عشان يسك المنحة الإماراتية. عشان كده قلت لكم فضيحتين هم أسوأ من الفضيحة بتاعت التطبيع. إنه رئيس وزراء قام الثورة ماشي يتعالج في الإمارات زيه زي أي كوز، زيه زي نافع علي نافع، وزيه زي علي عثمان محمد طه، وزيه زي عمر البشير لما قال أسمت عمر البشير قال لكم عالجوني عارجوني خارج ارض الوطن. طيب ما تعالج عمر البشير. طيب نحن ليه زمان كنا بنرفض سفر الكيزان الى الخارج مع القضيه مبادئ؟ ما القضيه انه انا دجاجه لحمدوك ولا دجاجه لفلان الفلاني. الجزء الثاني قال لك شنو؟ قال لك عبد الله حمدوك سافر الامارات عشان يسك المنحه الاماراتيه، ودي فضيحه في حد ذاتها. عشان تعرف يا جماعه التناقض في التصريحات. عبد الله حمدوك زمان قال لك نحن لن نمد ايدينا الى العالم الخارجي، وسنعتمد على الكفاءات الوطنيه، وسنعتمد على خيرات الوطن. الليله قال لك عبد الله حمدوك ماشي رئيس وزراء ماشي الامارات عشان يسك المنحه الاماراتيه، يعني معناته شنو؟ ماشي عشان يشحد. بالواضح كده. منحه رئيس وزراء ماشي يسك الامارات. ليه مديتونا المنحه؟ ليه مديتونا قروش؟ ليه مديتونا ده في حد ذاته؟ ده في ذاته هو فشل. فيا جماعة خطورة الموضوع ده يا جماعة، القضية ما قضية عبد الله حمدوك، ولا قضية أحزاب قوى الحرية والتغيير، ولا قضية العساكر. عبد الله حمدوك القاعد السع ده زي ما قلت لكم، الحكومة دي كلها حكومة مرتزقة وعملة كلها. البرهان عميل للإمارات،
حميدتي عميل الى الامارات، مالهم بيبيعوا ابناء الشعب السوداني كمرتزقه، اوكي. حمدوك مالو، حمدوك عميل على اعلى مستوى بالمناسبه، وحمدوك السي الان بينزل 7 مشاريع على ارض الواقع، 7 مشاريع لمصلحه امريكا ولمصلحه الامارات ولمصلحه مصر، 7 مشاريع يا جماعه، والناس تركز في ال7 مشاريع دي يا جماعه. ال7 مشاريع دي عبد الله حمدوك حيمشي لو سقط الليله ولا بكره ولا بعد 10 سنه، لكن ال7 مشاريع دي حيدفعوا ثمنها كل ابناء الشعب السوداني. كل الكلام ده اسهل عشان بعدين بعد 5 سنة ولا 10 سنة ما نقول يا ساكتين سكاتكم شين. 7 مشاريع بينزلها عبد الله حمدوك على ارض الواقع، وال7 مشاريع هي مشاريع غير وطنية، وال7 مشاريع سيدفع ثمنها ابناء الشعب السوداني. عشان كده عبد الله حمدوك سافر الامارات. ليه سافر الامارات؟ لانه اول مشروع موضوع التطبيع مع اسرائيل، ده اول مشروع خارجي ما عنده علاقه بالوطن، موضوع التطبيع مع اسرائيل. واحد يقول لا يا اخي التطبيع مع اسرائيل انت رافضه ليه؟ عيني يا شباب، انا ما رافض التطبيع مع اسرائيل، لا ضده ولا معاه، بل انه انا من الناس الداعمين التطبيع مع اسرائيل. انا اللي قدامك ده داعم التطبيع مع اسرائيل، لكن التطبيع مع اسرائيل عنده طرق وعنده قنوات رسميه. عندك مجلس تشريعي، قرار زي ده بياخذوا المجلس التشريعي، ما بياخذوا احزاب اصلا هي عميله، وما بياخذوا رئيس وزراء هو اصلا عميل، وما بياخذوا جنجويد رباطي اصلا هو مرتزق، ده قرار بتاع شعب، والشعب بيكون ممثله البرلمان. النقطة الأولى، يعني البروسيس الإلهاء اللي عمله عبد الله حمدوك ده لتغييب المجلس التشريعي ده ما قرار عبد الله حمدوك ولا من صلاحياته. دي النقطة الأولى يا عمي على كونسير. اثنين، اي تطبيع مع اي دولة مصلحتك انت يا محمد شنو؟ مصلحتك انت يا ادم شنو؟ مصلحتك انت يا علي شنو؟ مصلحة المواطن في المقام الاول. يعني قبل ما انا اقول لك طبع لي مع اسرائيل، تعال قول لي انا حطبع مع اسرائيل يا محمد ويا ادم ويا سميرة عشان حنحقق المشاريع دي، حنمسك الاموال دي، حنستثمر في المواضيع دي، حيجينا قرض بالحاجة دي، لكن تطبيع لمصلحة الامارات والسعودية ونحن نكون يعني كتبع عاش الامام وجاء الامام، ده ما بينفع معنا. اول مشروع والشغلانه كلها يعني في مشاريع بتموها العسكر وفي مشاريع بتم مع عبد الله حمدوك تناغم، مش عبد الله حمدوك قال لك نحن بنعمل في تناغم، فعلا ده هو التناغم. المشروع الاول اللي هو التطبيع مع اسرائيل، عشان كده عبد الله حمدوك سافر الامارات ما عشان يتعالج ولا عشان فحوصات، ولا سافر الامارات عشان يسك المنحه او هي الشهده، والاثنين هم اسباب تافهه. سافر عشان يدي تعظيم سلام للامارات، انه انا موضوع التطبيع ده تميته. ارفعوا لك القبعه كعميل كمرتزق، ادوك نجمه كعميل من عمل الامارات، افتحوا لك الفنادق اللي فتحوها للصادق المهدي مرتزق عميل زيك، الفتحوها لمريم الصادق المهدي، وتعيش ككلب كذليل من كلاب الامارات، بتخدم في مصلحة الاماراتي على مصلحة المواطن السوداني، بتبدد في موارد الدولة عشان يعيش المواطن الاماراتي في حب وسلام وفي رخاء. عشان كده عبد الله حمدوك مشى الامارات، لانه خلاص تم المهمة بتاعت التطبيع. انتوا قلتوا يا الامارات تطبيع، انا والله تميت لكم تطبيع والمواطن ما جايب خبر. ناس تجار الباسطة وناس مزمي الفقيري وناس الشيوخ شيوخ الباسطة ديل ومحمد وادم شغالين في معركة. معركة، عشان كده قلت لكم اذا كانت لديك معركة مع الشعب فاخلق او فاصنع معركة بديلة وهمية للمواطن، تغاتل انت في معركة وهمية. ده المشروع الاول، التطبيع مع اسرائيل وضن فاد عبد الله حمدوك عشان ياخذ الفيها النصيب وعشان ياخذ التعليمات وعشان يرجع له بدرهم درهمين، بدرهم درهمين وما مصلحه المواطن. المشروع الثاني، عبد الله حمدوك من اهم المشاريع اللي حينزلها تمكين دوله الميليشيا داخل ارض الوطن. القضيه ما قضيه برهان براو ولا قضية انه والله البرهان عايزة الجنجويد، ولا قضية انه الامارات دعم الجنجويد، حمدوك ذاته دعم الجنجويد. ومشروع حمدوك هو تمكين دولة الميليشيا في دولة السودان.
الناس اللي بيتكلموا على انه الدعم السريع سيبتلع القوات المسلحة، نعم سيبتلع، لكن ما الليلة ولا بكرة. مشروع زي ده يعني مشروع تدمير القوات المسلحة للجنجويد ده مشروع سنة وسنتين وثلاثة، ده مشروع طويل الأجل، لعشان انت ما تحس انه وين القوات المسلحة، لكن انت حتصحى يوم من الأيام حتلقى انه القوات المسلحة عبارة عن يافطة، لقد كانت هنا قوات الشعب المسلحة، وحتفتش يمين حتلقى إمبراطورية عسكرية هي إمبراطورية الجنجويد. الليلة الإمارات بتدعم محمد حمدان دقلو بالأسلحة، هل رئيس الوزراء ما عارف؟ لا عارف. الليلة الإمارات بتبني في معسكرات تدريب لمحمد حمدان دقلو، هل رئيس الوزراء ما عارف؟ عارف. كلكم تابعتوا الليلة ولا أمس محمد حمدان دقلو الجنجويدي سافر أريتريا، في شنو في أريتريا؟ كده حك راسك كده شوية، في شنو في أريتريا؟ لأنه الإمارات بتبني لمعسكر تدريب لقوات الجنجويد في شرق السودان على الحدود الأريترية. كلام ده ثبتوه، دولة الإمارات بتبني في معسكرات تدريب مرتزقة وتفريق قتلة لمصلحة محمد حمدان دقلو في منطقة الشرع برعاية الإمارات، متاخمة للحدود الأريترية. دي نقطة ثبتوها. ثلاثة، موضوع المناهج، الناس كلها مفتكرة انه المناهج دي خدتها القراي براو، القراي ما خدت المناهج دي بالمناسبة، بل انه القراي جاته يعني القراي ما قعد براو قال خدت المقررات، ده لا يا حبيبي، ده مشروع حيتم انزاله على ارض الواقع بقيادة عبد الله حمدوك. مناهج معينة لمصلحة المواطن السوداني، الكلام ده جبته من وين؟ ارجع الى السعودية، ارجع للسعودية الجنبك، ارجع للامارات، من اللي اتدخل في كتابة المناهج الإماراتية والسعودية؟ وشوف التناغم، شوف التناغم، الإمارات أزالت حد الردة، أنت في السودان أزلت حد الردة، ما عندي مشكلة إنه حلال ولا حرام، أنا ما فقيه دينيا. طيب اثنين، الإمارات والسعودية عندها مناهج موجهة، يعني الموضوع ما حمدك ولا القراي ولا شيوخ الباسطين، لا، في منهج معين ملزوم بعبد الله حمدوك انه ينفذه، والختاه القراي ده هو عباره عن لا، لانه القراي لما رد قال انا شلت نسخه تتر عبد الله حمدوك، وعبد الله حمدوك قراه وما علق لي، ما كان يعلق لي يقول لي شيل 1 2 3 4، لكن عبد الله حمدوك في الوقت ده كان عنده معركتين، عنده معركة المناهج والكيزان وتجار الباسطة والمواطن السوداني وحتى الشعب السوداني واقف في حملة المناهج، وعنده موضوع التطبيع ياتو أهم مشروع إنه عبد الله حمدوك يبرره كده. أنت في نظر أنا أنت كعبد الله حمدوك عندك مشروع المناهج والتطبيع مع إسرائيل، حتمرر ياتو واحد من ديل، لكن الاثنين ما حتقدر تمررهم مع بعض، يعني ما ممكن يوم الناس مش شاكلين القراي ما القراي يجي عبد الله حمدوك التطبيع مع اسرائيل، تم التوقيع على تطبيع اسرائيل في السودان داخل ارض الوطن، كلام عبد الله حمدوك ده كله طلع كلام فارغ. المشروع الاهم المشروع الاقتصادي، انت الليله كمواطن بتقول انه الاسعار زايده، الكهرباء زادوها، المويه زادوها، العيش ما في، الدقيق زادوا، الاسعار والله بقت نار، الادويه ما في، تعليم ما في، صحة ما في، ما سألت نفسك سؤال الزيادة دي هي من وين؟ الزيادة هي عبارة عن مشروع البنك الدولي، مشروع ما حقك، ما مشروع وطني، يعني عبد الله حمدوك زماني غشاك قال لك مشروع وطني ومشروع يقيف على المواطنة وسنستخدم من خيرات دولة السودان، لعبد الله حمدوك غشاك، المشروع ده مشروع سيدمر اقتصاد السودان، عشان كده الخبراء الاقتصاديين والمواقع الاقتصادية تنبأت للمواطن السوداني في عام 2021 بأنه ده حتكون أسوأ سنة اقتصادية، ده كلام الاقتصاديين قال لك 2021 ستكون أسوأ سنة اقتصاديا على المواطن. ليه يا خبراء؟ في شنو؟ قال حتكون في زيادات طاحنة للمواطن، يعني المواطن ده حيتفرم بنار الأزعر.
طيب وين المشروع الوطني يا عبد الله حمدوك؟ هل مشروع البنك الدولي ده مشروع وطني؟ لا، مشروع عبد الله حمدوك داري ينفذه، لانه لما تنفذ سياسات البنك الدولي، البنك الدولي حيديك قرض. طيب نحن ما قروضنا كثيره، اي يزيدوا القروض زياده. انت الكيزار خلوا لك 60 مليون دولار ديون، بانتهاء حكومه عبد الله حمدوك حتكون 120 مليون حيدفع. عمو حتدفع انت يا محمد ويا ادم ويا سميره، حتدفع انت. طيب المقابل ليه عبد الله حمدوك ماشي عشان يرهن السودان للدول الخارجيه عشان يعيش على المنح والهبات؟ امشي صفحه وزيرة الماليه، او امشي صفحه حمدوك اللي بتقول شكرا. اقرا البيانات. هل دي بيانات ناس دار يخلقوا اقتصاد وطني؟ لا، كلها بيانات قائمه على والله لقد وعدتنا امريكا بمساعدة، الإمارات دعمتنا بمساعدة، الخليج أدانا مساعدة، السعودية أدتنا مساعدة، وما في دولة يا جماعة تبنى على المساعدات، وما في دولة يا جماعة، ما في دولة. عمر البشير ده هل بنى اقتصاد؟ ما بنى اقتصاد. ليه ما بنى اقتصاد؟ لأنه عمر البشير كان رؤية الاقتصادية لله يا محسنين، دي رؤية عمر البشير كانت كده، الحركة الإسلامية كده شايلين الكورة بتاعتهم لله يا محسنين، يا السعودية أدينا، يا قطر أدينا، كلكم تابحتوا. دي سياسة عبد الله حمدوك ذاته، ولا انتوا شحدة الكيزان ما دارينها، لكن شحدة عبد الله حمدوك عاجبانا. الشحدة هي الشحدة، والهبات هي الهبات، والصدقات هي الصدقات، والبديك هبات وصدقات ده ما بديها لك مجان، ما بديك لا مجان. الإمارات لما تديك ما مجان، أمريكا لما تديك ما مجان، قطر لما تديك ما مجان، السعودية لما تديك ما مجان. هتدفع ثمنها من خيرات الوطن السودان. عشان كده بتقول نحن وينو ذهبنا؟ ذهبك ده لأنه سافنه، لأنه بدوك صدقات وبدوك إعانات. إعانات حكومة لا قادرة توفر الصحة، لا قادرة توفر حاجة، ما دي حكومة لابد إنه تمشي يا جماعة. لكن انت خايف، اوريك انت خايف من شنو؟ خايف انه سقوط الحكومه يعني عوده الكيزان، صح؟ خايف من الحاجه دي. طيب منو دخل لك الحاجه دي في راسك؟ دخلوها لك الاحزاب، لانه الاحزاب السياسيه الحكومه دي حقتها، الحكومه دي حقت الاحزاب دي. ولا يلوح في الافق اي طرق بتاع اصلاح. واحد يقول لك لا يا اخي تسنى، عبد الله حمدوك حيعمل تشكيلات وزارية. يا جماعة دي حكومة مرتزقة، يعني شالوا مدني عباس وجابوا لك محمد عباس، الفارق معك شنو انت؟ انت فارق معك شنو؟ يعني الحكومة انت بتقول التغييرات الوزارية، هل انت مفتكر انه عبد الله حمدوك والاحزاب والعساكر والجنجويد حيجيبوا لك زول وطني؟ هل انت مفتكر انه عبد الله حمدوك حيشيل لك الزول الفاسد ويجيب لك زول وطني مع الثورة شعار حرية سلام وعدالة يقضي على الفساد؟ ده نفس الاسلوب اللي كنا نحن منتظرينه، بيقول انه احزاب قوى الحرية والتغيير ما نافعة. كل الشعب السوري بيقول لك انه الاحزاب دي ما نافعة والاحزاب دي فاشلة، بيقول لك لكن انتظر احتمال الاحزاب الما نافعة دي والاحزاب الخاينة دي تجيب لنا حكومة كويسة. وطلعت الحكومة خاينة زي ما الاحزاب خاينة. جوك الناس قال لك لا يا اخي انتظر يا اخي، ده بس مجلس السياده كله احزاب وعساكر قتله، العساكر ده القتله والاحزاب ده الخونه، كده خلينا ننتظر نشوف رئاسه الوزراء. جابوا لك عبد الله حمدوك، قلت لا يا اخي الاحزاب ما نافعه والعساكر ما نافعين، لكن عبد الله حمدوك ده كويس. وتناسيت تماما انه عبد الله حمدوك جابوا المنافعين دي وجابوه معاك الكيزان. لا يعني سقوط الحكومه الحاليه يعني عودة الكيزان. انت كده كأنك بتمسح التاريخ بتاع الثورة بتاعتك، كأنك انت بتثبت انه ثورة 13 ديسمبر لقد غادتها الاحزاب السياسية. ما انت بتقول سقوط حكومة قوى الحرية وتغيير يعني عودة الكيزان. طيب منو الاسقط الكيزان؟ الاحزاب؟ الاسقط الكيزان الشارع السوداني والمواطن السوداني. فلا بد من اسقاط المنظومه دي، واسقاط المنظومه ما طلع لشوارع يا شباب.
طيب المنطق يا أستاذ، لو الأسي حاكمين ماشيين بتعلومات خارجية تفتكر حيخلونا نرتاح دون تدخل منهم؟ يا منى علي غاسم، عمر البشير ده قبل ما يسقط، عمر البشير ده قبل ما يسقط كانت دعم الإمارات ودعم السعودية ودعمه الاتحاد، روسيا كانت دعمه صح؟ لكن لما يتحرك الشعب إلى الإسقاط، يعني عمر البشير ده لحد آخر أيامه دعمه السعودية والإمارات ومصر، لكن لما يتحرك الشارع ويكون في زخم للإسقاط، الأحزاب دي المنظومات دي عندها مصالحها، وما حتقدر تؤثر في 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 قرار الشعب السوداني. عشان كده لما الاحتياجات الزايدة ضد عمر البشير الإمارات رفعت يدها، أنا ما حدعم رئيس ساقط. السعودية رفعت يدها، أنا ما حدعم رئيس ساقط. الدول الخارجية ما بتنفذ أجنداتها وما بتخليك أنت كمرتزق ما لم يكون عندك خونة من أبناء شعبك. بس الإمارات دي ده تشيل منها بور السودان وبتسرق في الذهب وبتسرق في المرتزقة. هل جاتك بأسلحة؟ لا، جاتك عن طريق الخونة. فالليلة الرؤية بقت واضحة للمواطن السوداني. رئيس وزراء من ورق، عميل عديل كده، عميل عنده 7 مشاريع هينفذها، وبيمر الأيام حتشوفه. الجنجويد ما حيتم هيكلته، الكيزان مفزل حيحاسبون، عمر البشير ما حيسلموه إلى الله. هاي حيكون السودان مرتهن للبنك الدولي. بس شركة الكيزان حيعودوا تاني وحيخشوا الحكومة تاني وحتكون في مصالح وطنية. ده المشروع الدولي الحقيقي الماشي لك. فإلها بد يا جماعة نتكلم عن الإسقاط، والإسقاط ما لعب، الإسقاط ما مواكب. أرجع شوف المواكب دي بدت من بيتين، من يوم توقيع على الوثيقة الدستورية بتاعت عبد الله حمدوك كانت المواكب مستمرة. ليه الحكومة دي ما سقطت؟ أسأل نفسنا سؤال. لجان المقاومة كانت بتطلع في كل ولايات السودان بتدعو إلى الإسقاط، ليه النظام ده ما سقط؟ الحكومة دي ما سقطت لأنه ما كانت في قيادة، ما كانت في قيادة. أنت لما تدعو إلى الإسقاط ما في لجنة مقاومة واحدة حتسقط النظام ده، لا بري لا العباسية لا أم درمان لا بحري، لا ما في لجنة مقاومة حتسقط النظام ده ما لم تخلق قيادة جديدة. ودي هنا المعركة، دي هنا المعركة، خلق قيادة جديدة. كلكم تابعتوا قبل 3 أيام طلع إعلان اسمه المجلس الثوري. يا عامر إبراهيم سألتك عن ميثاق المأسي، ما عندنا جاي له يا عامر، عامر عندنا سارة جاي له. سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله. فخلال المرة خلال من يوم توقيع على الوثيقة الدستورية الشعب السوداني كله واصل إلى قناعة إنه الأحزاب دي خائنة. ما في، الشعب السوداني كله واصل إلى قناعة إنه الصادق المهدي خائن، مرحوم مريم الصادق المهدي خائنة، خالي السلك عميل ومرتزق، الأصم أولاد صلاح قوش وهو عميل صلاح قوش، تاني منه أحزاب قوى الحرية وتغيير باعت الدماء وباعت الثورة وهي أحزاب متنازلة على دماء شعود، أيز العارفة، البرهان قاتل أيز العارفة، الكباشي قاتل، حميتي جنجويد مرتزق وفضل احتصام القيادة العامة. ليه كل المواكب اطلعت دماء أسقطت الحكومة دي؟ لانه كنا عباره عن كثر ساي ماشين. مش بقول لك في مثل انما ياكل الذئب من القنم القاصيه؟ نحن كنا القاصيه، بنطلع مواكب مليونيه يا اخي. في المواكب المليونيه في 500 طالعين مخشوشين، شكرا حمدوك شكرا حمدوك، وفي باقي اسقاط براو، والعاملين اسقاط دل ما عندهم قياده. طيب لو جيت ساعتك قلت للعالي يا اخي انت حتسقطها كيف؟ أقول لك والله يا أخي بالستيكي وبمواكبي دي، ودي ما بتصغط حكومة ولا بتصغط نظام، ودي ما بتصغط حكومة وما بتصغط نظام. كنا عبارة، العمل الثوري كان مستمر لكن ما كانت عندنا قيادة، ولا الأحزاب السياسية كانت بتسمح إنه يحصل قيادة. دي ثبتوها أول ما بدأ مشروع لجان المقاومة. أوائل المنظومات التي ضربت في لجان المقاومة كانت أحزاب قوى الحرية والتغيير. ليه؟ أرجعوا إلى كلام مريم الصادق المهدي من 2018. مريم الصادق المهدي لصحيفة بريطانية لما سألوها قال لها هل أنت تدعو
إلى إسقاط النظام بثورة شعبية؟ مريم الصديقة قالت لهم لا، أنا لا أدعو إلى إسقاط النظام بثورة شعبية. قالوا لي ليه يا منصورة؟ ليه يا ملكة؟ ليه يا مريم الصادقة المهدي؟ لماذا لا تدعي؟ قالت بالنص، قالت أي ثورة شعبية تؤدي إلى سقوط النظام ستؤدي إلى خلق قيادات جديدة. فعلا أنت طرحت وسقطت النظام معناته حتكون في قيادات جديدة غير الأحزاب دي، دي معناته الأحزاب دي حتمشي الرف. عشان كده الأحزاب ما كانت بتسمح بتكوين جسم. حتى في لجان المقاومة الأحزاب لعبت على، يعني الليلة في لجان مقاومة الحزب الشيوعي انتماء لصديق يوسف، في لجان مقاومة حزب المؤتمر السوداني سنابل عاش الدقير جاء الدقير، في لجان مقاومة حزبية. في اليومين أول ثلاثة أيام الماضية ظهر جسم اسمه المجلس الثوري، اسمه المجلس عبد العظيم. عبد العظيم والله الحمد لله ما عطالة وشغالين وموظفين والحمد لله الحمد لله. انت اذا عاطل ربنا يزوغ بالعمل. شباب بس جزو كلامي ده الناس تشيروا، اكون سامح لكم اكون شاكر لكم، ال 300 دي بس شيروا شويه شويه، باقي الكلام ده انا دار الناس تسمعوا. ظهر جسم اسمه المجلس الثوري وجيت اتكلمت عنه، والله ما كانت عندي معه اي ريليتد ولا عندي معه اي علاقه ولا بعرف اعضاء وذاته منه بكل صراحه اقول لكم، لكن كنت مؤمن تماما مؤمن تماما انه ما لم يتم خلق قياده من الشارع السوداني ومن اصحاب القضايا الاساسيين النظام ده ما حيسقط. كنت مؤمن بالحاجه دي وكنت بطلع بقول يا جماعه شغل لجان المقاومه ولا ساتك ما بيسقط البرهان ولا بيسقط حميتي ولا نقش على نفسنا ولا نقش على نفسنا. وكنت مؤمن انه ما لم تخلق قياده من الناس المضررين اصحاب القضايا النظام ده ما حيسقط. طلع جسم اسمه المجلس الثوري. المجلس الثوري يدعو الى الاسقاط، يعني في 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 اهم النقاط في مؤتمرهم الصحفي الاسقاط الكامل لكل المكون المدني والعسكري المشكل بنص الوثيقه الدستوريه. ده اهم نقطه في الميثاق المجلس الثوري. نقاط كثيره انا بس اختصرتها عليكم في الحاجات اللي بتهمني انا واظن بتهمكم انتم. الشارع ما تجيب لنا حقنا صح؟ انت عايز عمل سياسي، انت عايز قياده. احزاب قوى الحريه وتغيير سرقت الثوره بتاعتك لانك انت ما كان عندك قياده، انت كنت بتطلع ساي بس موت موت اقع ترس ترس. عشان كده بعد ما مت وبعد ما ترست كان سهل جدا انه يسرقوك لانه ما كان عندك صوت، ما كان عندك قياده بعرفوك ذاته. خلال ثلاثة ايام ظهر جسم اسمه المجلس او ميثاق المجلس الثوري. الميثاق بهمنا الميثاق في المقام الاول بدعو الى شنو؟ بدعو الى الاسقاط الكامل لكل المكون المدني والعسكري. يعني ما تقول لي البرهان كعب وما تقول لي حمدوك كويس، الحكومه دي كلها ما نافعه وانا اتفق معاهم في الحاجه دي. اتفق معاهم تماما انه الحكومه دي ما حكومه الثوره، لانه الثوره عندها حريه سلام وعداله، عندها محاسبه كيزان. طيب الكيزان ما تحاسبوا انت ما مع الثوره، عندها ارجاع اموال منهوبه ما رجعتها انت ما مع الثوره، عندها تفكيك دوله الجنجويد انت لكن بتربي في دوله الجنجويد انت ما معانا في الثوره. طيب الاسقاط الكامل للمكون المدني والعسكري كيف؟ قال لك اسقاط الوثيقه. وده الكلام الصح، ده الكلام الصح يا جماعة. انت لو عايز تسقط البرهان اسقط الوثيقة، وبإسقاط الوثيقة بتسقط قوى الحرية والتغيير، وبيسقط العساكر، وبيسقط البرهان. لانه الليلة البرهان هو رئيس السودان بموجب شنو؟ بموجب الوثيقة الدستورية اللي وقعتها احزاب قوى الحرية والتغيير. ده البرهان رئيسه كده. قوات الجنجويد، الجنجويد ده ليه ما يتفكفك؟ ليه قوات الجنجويد دي عندها معسكرات تعذيب وقعدت تقتل الناس؟ لانه بنص الوثيقه الدستوريه حميدتي هو قوات براو. ما تسال بعد ده، ما تقول لي انه الجنجويد ما دخلوها القوات المسلحه، لانه الاحزاب رضت انه القوات المسلحه براها، الجنجويد براها، لكن ممكن نحن ندمج القوات المسلحه في الجنجويد، لكن ما ممكن ندمج الجنجويد
في القوات المسلحة، لأنه ده سوق، سوق الارتزاق ده قروشه كتيرة يا جماعة. يعني شوف حميدتي بيبيع الواحد بألف دولار، واحد بألف دولار، شوف عندك انت كم مرتزق والواحد الراس بألف، دي قروش يا جماعة، دي قروش. فالليلة انت عشان تسقط البرهان صعب جدا انك تقول لا انا عايز اسقط البرهان. طيب اسقطت البرهان، بعديه حامشي اسقط حميدتي، طيب اسقطت حميدتي، بعديه حامشي اسقط الكباشي، اه طبعا. طيب نحن هنعدي كم سنة عشان نسقط الناس دي كلها؟ طيب انا بدل ما امشي اسقط البرهان واسقط حميدتي براو واجي للكباشي وامشي لعطا وامشي لحمدوك وبعديه اجي لقوى الحرية والتغيير، ما انا اهد المعبد او قوائم المعمد المستند عليه دولة الجنجويد، دولة الكيزان ودولة احزاب قوى الحرية والتغيير. لانه لو انت اسقطت الوثيقة الدستورية معناته البرهان حيرجع الى ما قبل الوثيقة الدستورية، شنو؟ اللجنة الامنية لعمر البشير. الجنجويد حيرجع الى شنو؟ اللجنة الامنية لعمر البشير. احزاب قوى الحرية والتغيير حترجع الى شنو؟ حترجع الى مزبلة التاريخ. اسقاط الوثيقة الدستورية يعني عودة احزاب قوى الحرية والتغيير لشنو؟ للمزبلة. كان عندهم شنو هم؟ فدل والله يا عبير انا كده مش عادي. والله يا عامر كده خلينا اخلص، وممكن اديك فرصة للأسئلة بتاعتك اذا انا عندي عندها اجابة. انا ما عندي علاقة مع الناس دي يا جماعة، انا ما عندي علاقة معهم، لكن انا شايف ده التوجه الصح. طيب المجلس الثوري بيدعو للإسقاط، وأنا مع الإسقاط، المفروض أي مواطن يدعو إلى الإسقاط. وما تقول لي لا، ما تقول لي إنه أنا حأسقط في الشارع، لأنه ده كلام نظري، ده كلام نظري. حتطلع وحتموت، حتطلع وحتموت، حتعرض إلى رصاص ما لم تخلق القيادة بتاعتك. القيادة القيادة السابقة ما منك ولا ما من ثورتك ولا بتنتمي لك. مريم الصادق المهدي بتنتمي لك في الثورة في شنو؟ خالد سلك الماتلمنو، بل انك انت لو رجحت الى القيادة السابقة بتلقاها اقرب للكيزان منك. القيادة السابقة هي كانت احزاب قوى الحرية والتغيير، هي اقرب الى الكيزان منك انت. امسك الصادق المهدي، ده القيادة السابقة قوى الحرية والتغيير، دي القيادة اجابت البرهان وجابت حميدتي ووقعت الوثيقة الدستورية. حزب الامة بقيادة الصادق المهدي لاميك معاه شنو انت؟ هل مات لزول؟ لا، بل انه الصادق المهدي كان اقرب الى الدولة العميقة. صادق المهدي اولاده كانوا جوا القصر الجمهوري، اقرب لك ولا اقرب لعمر البشير؟ اقرب الى عمر البشير. الصادق المهدي كان بياخذ مرتبات من الحركة من عمر البشير لما كان قاعد في القاهرة. يعني عمر البشير كان فاتح بيت مريم بيت الصادق المهدي، عمر البشير كان فاتح بيت الصادق المهدي. الصادق المهدي واسرته في الدولة العميقة وفي الكيزان متزاوجين ومتصاهرين. نمشي الى حزب السنابل، حزب الدقير، هل الدقير اقرب الى الشارع ولا اقرب الى الكيزان؟ الدقير يتربى في بيت كيزان، الدقير اخوانه واعمامه يتربوا في الحركة الاسلامية وسرقوا منها ومصوا دماء ابناء الشعب السوداني وبنوا العمارات من دماء ابناء الشعب السوداني، ما اقرب لك انت. لكن المجلس الثوري اول ما طلع، طبعا في حملة موجهة، وانا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم انه إذا طلع أي جسم من الشارع أوائل الناس اللي حيعملوا على القضاء على الجسم ده هم الأحزاب السياسية، قبل ما يخش العسكر، قبل ما يخش البرهان، لأنه البرهان ما حيتحرك ولا الكيزان حيتحركوا إلى إسقاطك ما لم يحسوا بالخطورة بتاعتك. عملت رصد بسيط، لأنه بعد ما طلع الميت الثوري ولسه كانت لسه ما تم عرض أي أسامي، يعني في الخطوة الأولى طلع جسم ودعا الى الاسقاط، وانا مع الاسقاط، انا مع الاسقاط، ولا يعني اسقاط ال 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 الحكومه معناته عوده الكيزان، لانه الاحزاب حاولت تخيل لك انه الشعب السوداني 40 مليون نسمه، صح؟ هاي 40 مليون نسمه، 20 مليون نسمه ده الكيزان اللي هو انت اسقطتهم، وال 20% من الشعب السوداني الباقيين ده كلهم ده نحن احزاب قوى الحريه والتغيير. فانت عندك خيار، لو اسقطت ال 20% بتاعين الاحزاب والشعب السوداني 40 مليون، معناتك حترتمي في حضن ال 20 مليون الكيزان،
كأنه الشعب السوداني كله عبارة عن كوزة. حديك حاضر يا أنت صار حديك حديك فرض أنا قربت أخلص. أوائل الناس اللي انتقدوا المجلس الثوري، أوائل الناس اللي انتقدوا المجلس الثوري كان منعم سليمان. منعم سليمان، منعم سليمان معروف يعني، منعم سليمان ده أنا ما هأخذ كلامه بعين الاعتبار نهائي. منعم سليمان طلع وقال إنه ده الكيزان. طيب يا منعم سليمان عرفتهم كيف كيزان؟ عرفت كيف إنه الذين يدعون إلى إصغاد حكومة عبد الله حمدوك إنه كيزان؟ ما رد لك. لكن منعم سليمان لو جينا حننا خلال 14 شهر منعم سليمان توجهوا شنو يا جماعة؟ منعم سليمان حمدوك، شكرا حمدوك. منعم سليمان زماني كان ضد الكيزان وهو يصنف إنه جهاز أمن، بعد ما صغد عمر البشير بقى جنجويدي. حميدتي الجنجويدي قدر يشتري منعم سليمان. فأنا لما نجي منعم سليمان يقول لي ده الكيزان، مليار في المية إنه نازل مع كيزان، مليار في المية، لأنه منعم سليمان قحاتي. تاني منه من الناس الخونوا وقالوا ده الكيزان. بعض الصفحات أنت زي عامر، منعم سليمان مرتزق وعميل صح، منعم سليمان شغال مع مكتب الوزراء. طيب ده منطقي. فخلاص لما انت تطلع وتقول لي اسقاط مكتب حمدوك، ما زي منعم سليمان ده حيقول لك لا ده الكيزان. انت بتقول انه شغال مع مكتب حمدوك يعني مرتبه من حمدوك وبياكل من حمدوك وبيبوس اقدام حمدوك وبيمشي بياخد كرشين من الجنجويل عشان يلمعه. طيب حتوقع منه شنو؟ انت بتقول اسقاط الشقين، اسقاط العساكر واسقاط الاحزاب واسقاط الحكومه الحاليه. معناته الناس المتضررين من الاسقاط حيطلعوا حيقول لك انت كوس. ده منعم سليمان من اوائل الناس الخور او صفحات محسوبه على الاحزاب السياسيه. لكن برضو في ناس طلعوا وقالوا ليش كيزان. وده هنا انا عايز ارد لهم شباب ال 300 واحد. شباب اتمنى بس الجزئيه دي الناس تعمل لها شير. الناس طلعوا وخونوا المجلس الثوري بدون ما يعرفوا اساميهم ولا بدون ما يعرفوا، بس من الميثاق. الميثاق فيه اسقاط الحكومه الحاليه عساكر ومدنيين، اسقاط الوثيقه الدستوريه، وده الحل لاسقاط العساكر. طلعوا ناس قال لك ده الكيزان، من حقه لانه ده شغالين في مع الاحزاب. انت بتقول اسقاط الاحزاب يعني هل الاحزاب حتسكت لك؟ هل خالد سليك حيقول لك انت زول ثوري؟ طوال حيقول لك انت كوس. انت طالع عشان تسقطني انا من الكرسي وتسقط البرهان رضي الله عنه وتسقط حميدتي رضي الله عنه، هل انا حقول لك انت ثوري؟ حقول لك انت كوس. زي ما الاحزاب دي خونت ما خونت. في شخصيه ثانيه طلعت، شخصيه ثانيه مختلفه تماما، قالت النازل كيزان. طيب زي منو الشخصيه؟ واحد من الجبهه الوطنيه العريضه اسمه عبد الحليم خالد. عبد الحليم خالد على محطين اسمه عبد الحليم خالد من الجبهه الوطنيه العريضه او من الجبهه الوطنيه العريضه، هو حريه وتغيير. شباب اتمنى الناس تعمل شير. يا نونا محمد غايتو انت كوز. انا كوز يا مع عمالو. انا كوز عليك الله. شفت لك كوز بيقول اسقاط البرهان وحميتي؟ اسي امشي امسك الكيزان ده الكوز كوز، امسك الكيزان ده الكوز كوز. الكيزان اسقاط حمدوك هاي معه، لكن ما اسقاط البرهان وحميتي، لانه البرهان وحميتي هم كيزان زيهم، ما عارفين اللعبه. ويا ذلك ويا كيزان حميدتي والبرهان والكباش وياسر العطا ديل ما تسألون، ديل كيزان زينا ما تقربوا عليهم. شباب اتمنى بس الناس تعمل شير اكون شاكل لهم. شخصية طلعت في الميديا وقالت انه الناس ديل كيزان قبل ما اسامي الناس تطلع وبعد ما اسامي الناس طلعت. طيب تعالوا شوف اسامي المجلس الثوري اللي قالوا كيزان ديل. قال عبد الحليم خالد بتاع الجبهة الوطنية العريضة انه الناس ديل كيزان. تعال نذكر الاسامي، وانا الاسامي على حسب التسميات بتاعتها بعرفهم كيزان ولا ما كيزان. طيب غايمه باسماء اعضاء المجلس الثوري. سيف الدوله حمد الله فيكم زول يا جماعه يا الطيب. انا بس انا قاصد في مولانا سيف الدوله حمد الله. مولانا سيف الدوله حمد الله ده كوز يا جماعه. مولانا سيف الدوله حمد الله ده كوس. الثورة دي خلال عام ونص يا جماعة، الثورة دي يوم صغد عمر البشير كانوا في ناس لابسين، كانوا لابسين دور الثوار،
وهو جواهم كيزان وما عارف انهم زي عثمان زنون. عثمان زنون يوم سقوط عمر البشير قال المناضل عثمان زنون. بعد سقوط عمر البشير تحول الى برهان وحميد الطوالي عرفناه ده كيزان الدرجة الثانية تعال بي جاي. بعض الاشخاص كانوا كيزان لكن بعد شوية ظهروا انه جنجويد صنفناهم تعال بي جاي ده جنجويدي تعال ده كوس ده حزبي ده الليلة. الثورة دي بعد مرور عام ونصف من توقيع الوثيقة الدستورية اظن عرفنا الناس المناضلين منه. مولانا سيف الدولة حمد الله زول قانون ولا يمكن انه زول يصفه انه هو كوز. اذا انا بصف مولانا سيف الدولة حمد الله انه كوز معناته خالص سلك كوز لانه خالص سلك اقرب للكيزان من مولانا سيف الدولة حمد الله. خالص سلك خاله جمال الوالي خاله جمال الوالي يعني زول اكل من الحرام واتربى من الحرام وبنى عمارات من الحرام. اذا في كوز هو خالص سلك او هو لا هو لو في كوز مريم الصادق المهدي اخوانه جوا القصر الجمهوري ولحد سقوط عمر البشير اخوانه داخل القصر الجمهوري. من الاقرب للكيزان السحين يا شباب؟ طيب انا حاذكر لكم بس بعض الاسامي. استاذه احلام خضر حسن عبد العزيز منعم سليمان قال ده الكيزان. بعض الصفحات بتاعت الاحزاب قالوا ده الكيزان. بعض الصفحات بتاعت شكرا حمدوك قالوا الناس ديل هم كيزان. طلع عبد الحليم خالد الجبهة الوطنية العريضة قال هذا المجلس هو صنيعة الكيزان وصنيعة جهاز الامن والمخابرات و و و و تعال اسألك يا عبد الحليم خالد اسألك يا عبد الحليم يا عبد الحليم عبد الحليم خالد وين هنا يا اخي جاوبك بس ثانية انا لا قاعد اشوف كويس. استاذ محمد الكندري محمد الكندري ده والد الشهيد كهربا يعني سبحان الله بقى ابو الشهيد هو عبارة عن كوس يعني والد الشهيد كهربا اللي توفى ولده لاسقاط نظام الحركة الاسلامية اللي بقى يوصف بانهم هم كيزان ودولة عميقة. نمشي الى اثنين خليه يا اخي ابو الشهيد كهربا. أستاذ أحلام خضر حسن عبد العزيز أم الشهيد هزاع ديكوز وكمية من أسر الشهداء المكتوبين هنا يا جماعة ديل هم مسميات المجلس الثوري كفاءات مش كفاءات هم أعضاء معروفين لأبناء الشعب السوداني. ما أنت لابد أنك تخلق قيادة. القيادة دي عندك خيارين يجيب كيزان يجيب ناس هم أصحاب قضايا أسامي المجلس الثوري اللي هم يقول عليها كيزان في نظري أنا والله ما كيزان وانا لا انتمي للمجلس الثوري ولا عندي معه اي انتماء. لكن لما القى هنا اسر شهداء والقى شخصيات وطنيه وشخصيات محترمه من يوم سقوط عمر البشير لا قالوا تفاوض مع العسكر ولا قالوا شكرا البرهان ولا قالوا شكرا حميتي ولحد الليله واقفين على موقف اسقاط اللجنه الامنيه وما ترتب على اتفاق اللجنه الامنيه ديل ما كيزن. وبعدين يا جماعه الزول اللي بيطلع دكتور هشام مختار ده ما كوس استحاله دول يقول لك انه دكتور هشام مختار كوس. وين اشتياق خضر؟ والله اسال الناس انا ما من المجلس الثوري يا جماعه عشان تقول لي وين فلان وين فلان وين علان. دي اسامي شخصيات وطنيه شخصيات وطنيه. لما نجي نتكلم على الشخصيات الوطنيه بتتكلم على 40 مليون نسمه 40 مليون نسمه يعني الشعب السوداني ده كله شخصيات وطنيه. لكن انت داير حاجة تأسيسية عايز بذرة انت عايز بذرة من الشارع ناس عندهم قضايا وعند ما حيتنازلوا لك عنها. احزاب قوى الحرية وتغيير باعت القضايا لانه كانت قضيتها الاساسية هي الكرسي هي الوصول الى السلطة هي الوصول الى السلطة. لكن لما تجيب اسر شهداء يعني على حسب الاسامي المكتوبة على حسب الاسامي المكتوبة انه الناس المكونين للمجلس الثوري هم اسر شهداء وصار شهداء كيزان بيبو هم لجان مقاومة لأنه هنا في أسامي لجان مقاومة فيهم اللجنة المشتركة للمفصولين تعسفين للمفصولين تعسفين يعني لجان مقاومة وصار شهداء أسر مغيبين قصريا بعض اللجان المفصولين تعسفيا ديل أصبحوا كيزان ديل أصبحوا كيزان. وللأسف الناس اللي بيقول لك خلوا ناس
منعم سليمان وبغايل احزاب انا معروفين، لكن لما نطلع زول زي الجبهه الوطنيه العريضه زي عبد الحليم خالق، طيب عبد الحليم خالق بصف النازل انه كيزان يا جماعه، انت من حقك تصف اي زول كوس لما انت تكون نظيف، يقول لك البيت من قزاز ما يرمي الناس بالحجار. عبد الحليم خالق، عبد الحليم خالد اللي هو القياده في الجبهه الوطنيه العريضه زي ما يقولوا، هم اسوأ خلف، هم اسوأ خلف لمحمود حسنين. عمنا محمود حسنين، عمنا محمود حسنين مؤسس الجبهة الوطنية العريضة، وانا والله اتكلمت معه قبل في مرحلة من بدري اتكلمت معه. عمنا محمود حسنين موقفه ثابت في الجبهة الوطنية العريضة، موقفه ثابت انه عمنا محمود حسنين جاء منطقة الاحتصام وقال لا تفاوض لا حوار اسقاط اللجنة الامنية، ده كلام عمنا محمود الله يرحمه يا اخي. عمنا محمود حسنين كلامه واضح، قال لا تفاوض لا حوار مع المجلس العسكري، وكان رافض التفاوض بتاع قوى الحريه والتغيير. ده عمنا محمود حسنين بعد توفى مع بعد وفاه عمنا محمود حسنين بعد وفاته، عشان كده قلت لك هم اسوأ خلف، هم اسوأ خلف، اسوأ خلف لعمنا محمود حسنين. عمنا محمود حسنين لحد ما توفى كان رافض التوقيع على الوثيقة الدستورية، ورافض التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، ورافض التفاوض مع البرهان وحميتي، وطلع في التلفزيون وطلع في القيادة العامة قالوا يا شباب لا تفاوض لا حوار إسقاط المجلس العسكري. لكن بعد وفاة عمنا محمود حسنين جو ما بعده، يعني جو بعده قوم هم أسوأ خلف له، اللي هو ناس عبد الحليم خالد دل، ناس عبد الحليم خالد دل، عبد الحليم خالد الليلة بيصف الجماعة دل بأنه هم كيزان، كأنه عبد الحليم خالق ما كان جزء من قوى الحرية والتغيير. الجبهة الوطنية العريضة بعد وفاة عمنا محمود حسنين كان موقفه ثابت، جلس عبد الحليم خالق دل وخشوا وعاسوا في الأرض فسادة مع قوى الحرية والتغيير، اختياله ما وفاد. والله يا أخي يا سماح أنا ما ح... يا 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 سماح كمان يعني ما عارف اقول لك شو والله، اختياله او وفاته، لكن الحال متاكد منه انه الله يرحمه ويتقبله عند العليين، يعني عند العليين. عبد الحليم خالق بعد وفاه عمنا محمود حسنين الله يرحمه وفاء او اختيال، جو الجماعه ديل مسحوا تاريخ عمنا محمود حسنين تماما اللي كان بيقولوا في القياده العامه، عشان كده قلت لكم انه ديل هم اسوأ خلف، اسوأ خلف جو وخشوا مع احزاب قوى الحريه والتغيير. عبد الله عجوز، طيب عبد الحميد خالد ثابت على موقفه كمان مرحوم، يا عبد الله عجوز، عبد الله عجوز انا بعرفك وانت بتعرفني عليك الله، ده كلام تقوله للناس المساكين، وشنو الموقف الثابت اللي انت بتتكلم عليه؟ عمنا محمود حسنين رافض التفاوض ورافض الدخول مع اي تفاوض مع العساكر، ده كلامه اللي قاله في القياده العامه، ده كلامه اللي قاله في التلفزيون، اسح في اليوتيوب بتلقى الناس دي رافضين. عمنا محمود حسين قال صراحة ما في ثورة بيتفاوضوا معاه مع عسكر، ده الموقف الثابت لعمنا محمود حسنين. تعال بعدهم حصل شنو؟ لما أحزاب قوى الحرية والتغيير خشت في تفاوض مع العسكر، كانت الجبهة الوطنية العريضة بقيادة عبد الحليم خالق ده هو جزء من أحزاب قوى الحرية والتغيير. الوثيقة الدستورية الليلة نحن بنقول الشعب السوداني تم بيعه بالوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية اللي وقعتها أحزاب قوى الحرية والتغيير، وبموجب الوثيقة الدستورية تم التنازل عن القضاء وعن العدالة وعن الأمن وعلى دولة الجنجويد، وتم التنازل على كل مطالب أبناء الشعب السوداني بسبب الوثيقة الدستورية. عبد الحليم خالد الأسعي ده بيصف أسر الشهداء بأنهم كيزان، وصناعة الدولة العميقة كأنه هو المناضل الوحيد في دولة السودان، كان هو الأمين السياسي مع الوثيقة الدستورية. ده عبد الحليم خالق ألست قاعد يوزع في سكوك الوطنية، انت كافر انت مؤمن انت كوز انت دولة عميقة انت جناح صلاح قوش، كانوا من الناس الطاغوا الوثيقة الدستورية. الليلة انا بقول الوثيقة الدستورية ما ساطع الحاج براو، ما جا ساطع الحاج براو كتبها، ولا كتبها نبيل أديب، عبد الحليم خالق القانوني او الامين السياسي اللي بيوزع في سكوك الغفران كان هو من المكتب القانوني لصياغة الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية الباعت القضاء الباعت العدالة، ما هو أحزاب قوى الحرية والتغيير باعت دماء الشهداء كيف يعني؟ باعتها كده بصكوك بتاعت أموال؟ ولا إنه أحزاب قوى الحرية والتغيير باعت دماء الشهداء بتوقيع وثيقة
وثيقة وقعتها احترفت انه البرهان رمز الدولة ورمز وحدتها، احترفت انه حميتي هو شريك في الثورة. ده كان عبد الحليم خالق ده ذاته الوقت اللي كانوا أسر الشهداء بيقدموا أبنائهم، أبنائهم بيقدمون في الشوارع ضحايا اللي انت تصفهم الا لانه هم كيزان، وتصف بعض الشخصيات مولانا سيف الضلح حمد الله بتقول ده الكيزان، ده قالوا لا تفاوض لمعسكر، ده قالوا نفس المنهج اللي قالوا أستاذك محمود حسنين. لكن انتم بدلتوا المواقف، بدلتوا المواقف على أمل وتولى انكم تاخذ لكم مناصب. فالوثيقة الدستورية اللي كتبها ساطع الحاج انت شريك فيها، لكن ما دعنا نتكلم ساي، نمشي الى قدام. الجبهة الوطنية العريضة بقيادة عبد الحليم خالق الأمين السياسي ده بتين طلعت من قوى الحرية والتغيير. بتين طلعت من قوى الحرية والتغيير. ما هي انت خلاص تقول انه والله لا تفاوض لا حوار، عمنا محمود حسنين قال لا تفاوض لا حوار، عمنا محمود حسنين أدى الأمانة بتاعته على أكمل وجه وانتقل إلى رحمة مولاه وهو ثابت على العهد. بعد عمنا محمود حسنين بعد أقوى الحرية وتغيير خشت مع تفاوض مع العسكر وأصاغت وثيقة دستورية. أنتوا طلعتوا من أنتوا طلعتوا بتين من قوى الحرية والتغيير. أنتوا طلعتوا الناس اللي ما مذكر تواريخنا، إحنا مذكريننا كلنا مذكريننا، بنجيب لكم الدوكيومنتيشن. الجبهة الوطنية العريضة طلعت بيان، طلعت بيانة أدعت فيه إنه نحن الجبهة الوطنية العريضة ننسحب من قوى الحرية والتغيير، كان بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك. طلعت بيانة شهر 11، شهر 11 من شهر 11 في نهاية السنة كان الوقت جاء عبد الله حمدوك وجاء البرهان وجاء الكباشي وتم تشكيل الحكومة. طلعوا من قوى الحرية والتغيير بعد شنو؟ بعد ما تم توزيع الوزارات كمحاصصة سياسية بين الأحزاب السياسية. اليوم اللي كانت أحزاب قوى الحرية والتغيير بتعلن في مؤتمر صحفي إنه نحن قسمنا الكيكة، ودينا حزب الأمة، ودينا حزب الإمام، ودينا خالد سلك، ودينا حزب السنابل، ودينا حزب البحث العربي، ودينا الحزب الشيوعي. جاء طلع عبد الحليم الخالق في بيان قال أنا بطلع من قوى الحرية والتغيير، وطلع بعد ما أحزاب قوى الحرية والتغيير الله فظتهم زي الكلاب، مدتهم ولا كرسي، مدتهم ولا كرسي. ناس بيقول إنه طلع من قوى الحرية، لا لا، طلعوا بعد خرام مالطة، بعد خرام مالطة، بعد ما سلموا السلطة للعسكر، بعد ما باعوا دماء الشهداء، بعد ما صاغوا وصيغة دستورية كل الشعب السوداني قال إنه هي مأسورة، طلعوا بعد ما لقوا من الكيكة حاجة. بخلاصة العبارة، بعد ما حزب الأمة شال كيكته، الشيوعي شال كيكو، ده شال كيكو، هم ما لقوا كيكة، هم يترموا لأنه ما عندهم وجود في الشارع، ولا عندهم حاضنة اجتماعي، ولا عندهم كوادر في الأرض. كانت أحزاب قوى الحرية وتغيير لعبة بهم، لعبة بهم سياسة، جايبينهم كتوابع. تعال يا ولد انت عبد الحليم خالق، تعال اقعد ورا هناك، اقعد انت شنو قانوني، خش اصيغ مع الوثيقة الدستورية. دي كلها مواقف ما بتتنسي، ما بتتنسي، ولا بتديك الحق انك تطلع وتقول أسر الشهداء ده صالك. طيب ده معناته انهم ما شاركوا في المحاصصة وثبتوا على موقفهم. يا حبيبنا يا عبد العجوز، عبد العجوز يا عبد الله العجوز، ناس قعدوا وافقوا على مبدا الشراكة مع العسكر. ارجع الى بيانهم يا عبد الله العجوز، اكتب في الانترنت بيان الجبهة الوطنية العريضة، اسئلة اكتب، شوف السبب بتاع طلوعهم شنو،